بحضراتكم، برحب بيكم معانا وحلقة جديدة ولقاء جديد في يوم الاثنين مع بداية الأسبوع الفعلي والمروري والدراسة. يا رب إن شاء الله يكون أسبوع سعيد على حضراتكم، تنجزوا فيه كل اللي انتوا عايزينه. في الشتاء طبعا الجو تحفة الحقيقة، يعني إنجاز التعبير بالبرد شوية، بس بالنهار الجو جميل جدا. ده بيدينا فعلا، وجود الشمس بهذا الشكل بتدينا طاقة إيجابية علشان نبتدي يومنا وعلشان نتفائل ببكرة إن شاء الله. دايما بكرة أحلى، خلي عندنا تفاؤل علشان يكون أحلى بالفعل. النهارده طبعا اول يوم في الاخر بقى حاجه في الانتخابات البرلمانيه في بالنسبه للمصريين في الخارج، المفروض ان هو يكون بدا فتح باب الانتخابات من الساعه 9 صباحا بتوقيت كل دوله. طبعا في ناس بالفعل بدات وفي ناس قدامها شويه وهكذا. بكره باذن الله هيكون اليومين الثلاث والاربع لانتخابات المصريين في الداخل للجوله الثانيه من المرحله الثانيه الانتخابات البرلمانيه. طبعا احنا عارفين ان هي في 13 محافظه، عرفنا طبعا ان القوائم حسمت من الجوله الاولى وللمرحله الثانيه طبعا، وطبعا القوائم الفردي هو اللي فيه بعض الناس عد بالفعل في المره اللي فاتت، وفي اعاده مره اخرى تبتدي الثلاث والاربع. شكل الناس اللي هتنزل، عددهم، الحافز، ممكن نتكلم يعني انجاز التعبير للنزول غدا او النهارده وبكره وبعد بالنسبه للمصريين الخارج والمصريين في الداخل هيكون ليه وازاي، هنتكلم في شرح كده تفصيلي عن انه ده حق واستحقاق ثالث وحق لكل المصريين اللي كانوا بيحلموا بالديمقراطيه. لما كنا بنتكلم زمان على انه ما فيش انتخابات رئاسيه او حصلت مره بشكل سوري كده، الانتخابات البرلمانيه يا كانت الناس بتجبر عليها لو في احد الاماكن بالاتوبيسات بيتودوا ويترحلوا او باقي الشعب ولا يعني لا يسال عن شيء. اذا وصلنا لهذه المرحله بانه من حقنا اختيار الرئيس، من حقنا اختيار اعضاء البرلمان اللي هيمثلونا، ولزي ما كل مره بنتكلم البرلمان في المرحله القادمه شيء مهم جدا وشيء احنا في احتياجه، وفي نفس الوقت في حاله من التخوف من شكل هذا البرلمان للمرحله القادمه. مدى الإقبال في الجولة الأولى اللي هيؤثر أيضا على الإقبال في هذه الأيام، هنتكلم فيه مع حضراتكم وعن فكرة الديمقراطية، عن حاجات كتير خاصة بهذا الموضوع في خلال حلقتنا النهاردة من خلال لقائنا. خلوني أبتدي معاكم بأخبارنا النهاردة. وأول خبر معانا، السيسي يطلق مبادرتين أفريقيتين اليوم أمام قمة المناخ. مصر تؤكد دعم ومساندة العراق في مكافحة الإرهاب والسيطرة على أراضيه. تتوجه أنظار العالم اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تبدأ أكبر قمة دولية للمناخ في التاريخ بمشاركة قادة 150 دولة وتستمر 13 يوما. وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى باريس للمشاركة في القمة، حيث يتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغيير المناخ، كما تتولى مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. وسوف يلقي الرئيس اليوم كلمة نيابة عن الدول الإفريقية يطلق فيها مبادرتين أفريقيتين جديدتين، تتعلق الأولى منهما بالتكيف مع أثار التغيرات المناخية، والثانية بتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشارت مصادر القمة إلى أن كلمة الرئيس ستكون بعد كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقبل كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد التقى الرئيس أمس وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان الذي استقبله بمقر وزارة الدفاع، كما يلتقي صباح اليوم رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. وسيعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات المهمة مع العديد من قادة وزعماء العالم، وسيشارك الرئيس في اجتماع حول التحديات المناخية والحلول الإفريقية دعا إليه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. وقد التقى الرئيس السيسي بأمس بالرئيس العراقي فؤاد معصوم بباريس، وشدد الرئيس على التزام مصر بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للحكومة العراقية في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب واستعادة سيادتها على جميع أراضيها. تاني خبر معنا مشاهدينا، حبس ضابط الإسماعيلية في واقعة وفاة الطبيب، الداخلية لن نتستر على أي تجاوز من رجال الشرطة. أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية بحبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية المتهم في واقعة وفاة الطبيب البيطري الدكتور عفيفي حسن عفيفي 4 أيام على ذمة التحقيق. وأكد اللواء مدير أمن الإسماعيلية أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة بالتحقيق مع كل
متخططي أو متخطي قد يتعدى حدود واجبات مهامه الوظيفية. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه لا تهاون مع أي تجاوزات فردية تقع من بعض رجال الشرطة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن طبيعة العمل الوطني الذي يقومون به، ولن تسمح الوزارة لبعض التصرفات الفردية بأن تنال من التاريخ العريق للشرطة المصرية. وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام أن الوزارة لم ولن تتستر على أحد أبنائها المخالفين. طبعا النهاردة زي ما قلت في البداية، اليوم بدء جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات في الخارج. تبدأ اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب خارج مصر في 129 سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية، وتنافس في هذه المرحلة 426 مرشحا على 213 مقعدا بالنظام الفردي في 99 دائرة انتخابية بعد حسم 9 مقاعد من الجولة الأولى، وذلك في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ والشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء. كل التوفيق الحقيقة بنتمناه لهذا البرلمان ولهذه الجولة. آخر خبر معنا مشاهدينا، ملتقى لتوظيف ذوي الإعاقة تنظمه وزارة الشباب وجامعة حلوان. تنظم وزارة الشباب والرياضة جامعة حلوان ملتقى وجامعة حلوان ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب من ذوي الإعاقة بمشاركة 15 شركة من شركات القطاع الخاص التي تتخصص في صناعة الملابس، المواد الغذائية، السيارات، بلاستيك، لتقديم فرص عمل للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص من ذوي الإعاقة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بجامعة حلوان. وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الاستراتيجية العامة للوزارة تضع ضمن أولوياتها المساعدة في حل مشكلة البطالة، كما تولي اهتماما خاصا بذوي الإعاقة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص العمل الحقيقية المتنوعة بهدف تحقيق أمال الشباب في فرصة عمل مناسبة ودمجهم بالمجتمع واختيار الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم البدنية والنفسية. وأشار الوزير إلى أن هذه الملتقيات يتم تنظيمها بمختلف المحافظات لدمجهم بالمجتمع وإعادة تأهيلهم وترحيبهم، مؤكدا وتوجيههم أيضا مؤكدا أن الوزارة تهتم بذوي الإعاقة كما تهتم بالأصحاء، وتتابع الوزارة فرص العمل المتاحة والتأكد من جديتها. كل التوفيق طبعا للي هيحضر هذا المؤتمر واللي هيلاقي بالفعل فرصة عمل. عموما بكده تكون خلصت أخبارنا للنهاردة مشاهدينا. استاذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع نرحب بيكم وبضيفتنا هنتكلم معاها النهاردة عن الجولة الثانية أو الإعادة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. برحب بحضراتكم، طبعا احنا معاكم على الهواء مباشرة ومستني تواصل حضراتكم معانا. في ناس كنت بسمعها اليومين اللي فاتوا يقول لك لا بقى انا وانا هنزل تاني خلاص بقى انا زهقت، خلاص اللي هيحصل يحصل بقى في الجوله، لسه هقعد يوم تاني انزل واروح. بس انا بقى مش عايزه اسمع الناس دي بعد كده تتكلم، وده اللي انا بقوله انه ما نرجعش نقول انا ما كانش عاجبني فلان ده، هو ازاي نجح، طب انت ساعدت في ايه او شاركت في ايه علشان تحقق لنفسك بالاساس وبالاول احساس ان انت عملت اللي عليك، بالإضافة إلى أنه ده استحقاق ليك وحق ديمقراطي لكل مواطن. فما يجراش حاجة أنه نيجي على نفسنا شوية وننزل مرة كمان إن شاء الله تبقى آخر مرة، وعلشان نحدد خلاص، هي المسألة بقت يعني في الفيصل وفي النهاية نحدد خلاص آخر شخصيات هيدخلوا البرلمان، كل واحد طبعا حسب دايرته وكله حسب المحافظة بتاعته. عموما لو بدأنا كلامنا حتى عن الديمقراطية ونشوف ايه مفهوم الديمقراطية وهل واصل للمجتمع بشكل مظبوط وشكل صحيح، هسأل اول سؤال ده لضيفتي الأستاذة سحر مسعد أبو العباس المحامي ورئيس مؤسسة المحاماة العلاجية وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. صباح الخير. صباح مشرق عليكي وعلى كل الجمهور. يا رب على كل الناس إن شاء الله. إن شاء الله. كل ما الواحد يتفائل زي ما كنت بقول كل ما يبقى بكرة أحسن وهو يقضي يومه بشكل مبهج حتى بالنسبة له. تمام. كلنا بنعيش في بعض المشاكل، بعض الحاجات الصغيرة، وأنت رايحة الشغل وأنت جاية في الشغل في البيت، ده أمر طبيعي لكن نحاول بقدر الإمكان إحنا نتغلب على ده. تمام. بدأت كلامي بالسؤال اللي هبتديه مع حضرتك بفكرة مفهوم الديمقراطية علشان نبتدي نعاتب الناس أو نتكلم معاهم أو يبقى اللي حتى اللي بينزل، يعني في ناس نازلة للنزول إن هي خلاص هي نازلة عشان هم قالوا لازم أنزل، طب أنت فاهم أنت ليه بتنزل؟ فاهم إن دي حق من حقوقك؟
فكره الديمقراطيه اللي الناس كانت بتطالب منها بقالها سنوات، هل هي واصله للمجتمع بشكل صحيح؟ احنا دايما كل ما نسمع كلمة ديمقراطية نحس ان احنا بعيد عنها جدا. الكلام ده مش يتقال لمجتمعاتنا قد ما هو طول الوقت لا، ديمقراطية دي احنا اصلا مش واخدين حقوقنا عشان تكلموا في الديمقراطية اللي هي حق المشاركة السياسية، حق التفاعل مع الدولة، حق مشاركة الدولة في القرارات السياسية. فاللي هو المواطن بيسمع الكلمة دي كأنها مثلا كلمة من لغة تانية. فيعني احنا عايزين نقول ان احنا الوضع السياسي مبهم وفي حالة من الضبابية لناس كتير جدا، بس أنا عندي حقوق بسيطة جدا لما أنا بسيبها برجع عندم بعد كده وبرجع أقول الوضع السياسي سيء جدا، المرشح ده لا يمثلني، القانون دوت طاغي أو القانون ده ظالم. طب ما أنا ما اخترتش أو أنا ما مارستش حقي في أن أنا اختار اللي هيحط لي القانون، فليه برجع بعد كده ألوم النتائج اللي بتحصل بعد كده من ممارسة الديمقراطية. طب احنا وصلنا للمرحلة دي ازاي؟ هسمع اجابتك بس نطلع لفاصل. فضل. وارجع اسمع حضرتك ومع السادة المشاهدين. خليكم معايا مشاهدينا، فاصل قصير ونعود. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في حياتنا وبنتكلم. كل المصريين انزل وشارك، اخر استحقاق لحضراتكم ان شاء الله. بنتمنى فيه كل الخير. برحب مره تانية بضيفتي الاستاذه سحر مسعد ابو العباس، المحامي ورئيس مؤسسه المحامي العلاجيه وحقوق الانسان. اهلا وسهلا بيكي مره تانية. كنا اتكلمنا في البدايه على مفهوم الديمقراطيه اللي مش واصل بشكل صحيح، واللي ما مارسش هذا الحق يبقى بالتالي مش من حقه ان هو يعترض، او مش من حقه ان هو يقول طب ليه ده او ليه ده او ليه القانون بالظبط. طب انت ما شاركتش. كنت بقى حضرتك بقى قبل الفاصل، طب ليه احنا واصلين، يعني ليه واصل الناس هذا المفهوم بشكل خاطئ؟ ليه الوضع مش واضح، مش فاهم يعني ايه حقوقه، يعني ايه واجباته، يعني ايه ديمقراطية، يعني ايه اعرف امارس ديمقراطية وسياسة بشكل صحيح؟ هو تقريبا يعني ده مربط الفرس او لب الموضوع. احنا عندنا حالة انسداد سياسي يا استاذة داليا، يعني غياب الوعي السياسي للمواطن ده اللي ادى للنتيجه اللي احنا فيها ديت. احنا ده ترقمات سنين، يعني اتجاه الدوله وتوجيه الدوله في ان هي ما تخليش الفرد ينخرط في القضايا العامه للمجتمع وتهميشه سياسيا في انها ما بقاش في حوار مباشر، ما بقاش في صراحه، ما بقاش في وضوح للازمات اللي موجوده في البلد بشكل واضح، فخلى المواطن ينسحب تدريجيا من القضايا العامه اللي هي بتمس الديمقراطيه في الممارسه، في مشاركه الدوله في اتخاذ القرارات، لانه ينخرط بقى في اتجاهاته بقى وعقائده وانتماءاته الدينيه وانتماءاته العشائريه. طب ده كان حاصل طول النظام اللي قبل كده وطول 30 سنه او اكتر. تمام. الا يعني من المفترض، يعني تلاقي بقى في الخمس سنين اللي فاتوا دي الناس كلها قاعده تتكلم في السياسه. حلو جدا. وكل واحد بقى عنده اراء جباره يعني. طيب بس كان بيتكلموا عشوائيه لان كلنا ما عندناش الثقافه السياسيه. بالظبط. فكان مسؤوليه مين بقى الثقافه السياسيه في توجيهها او توجيه يعني الحراك المجتمعي ده في سياق في سياق صحيح في اتجاه الدوله؟ النخبه السياسيه والاراده السياسيه. الدوله النخبه السياسيه بقى متمثله في الاحزاب، في رجال السياسه، في الاعلام، دي النخبه السياسيه اللي بتوجه الراي العام. فلما النخبه السياسيه ذات نفسها بتبقى توجيهها السياسي خاطئ او بيصب في مصلحتها في الاخر مش لمصلحه المواطن، يعني انا خايف اعرف المواطن ان حقك انك يبقى فيه مساواه، لا يجي يعمل لي مظاهرات فئويه ويقول لي لا انا معلش انا ما باخدش حقي، فبقى عندهم حتى خوف ان هو يعرفه بحقوقه السياسيه عشان يمارسها صح، فبقت النخبه عليها مسؤوليه كبيره جدا لده. ويعني انا بتهم بالشكل الاساسي الاحزاب، يعني الاحزاب دي المفروض ان هي بتعبر عن الاراء السياسيه وتعبر عن الاحتياجات السياسيه للشارع المصري او للفئه اللي بتمثلها او اللي بتنتمي ليها. حتى الاحزاب عندها هذا العوار او هذا الخلل، فما عندهاش ديمقراطيه داخليه، ما عندهاش توجيه حقيقي للمجتمع في السياق دوت، برضه بتصب على مصالحها الشخصيه. فانت بقى عندك المواطن بقى مفعول بيه، ما بقاش فاعل. يعني انا فعلا انا مش بلوم المواطن ان هو مش بينزل يشارك، بس بلوم ان هو ما بيسعاش للفهم، ما بيسعاش ان هو يعني يشوف انا حقوقي فين. حتى لو انا شايف ان ما فيش حد بيوجهني، انا عندي بقى السوشيال ميديا عالي جدا، عندي التعليم، عندي عندي انا توجيهي الخاص، انتماءاتي الخاصه. يعني انا يعني اخشى ان انا اقول ان ما بقاش عندنا الانتماء، ما بقاش عندنا مواطنه. عارفه يا استاذه داليا لما تيجي تقول لحد انت مواطن، فسر لي معنى كلمه مواطن، مش هتلاقي عنده يعني غايبه. قولي لي كده، جيبي اي حد يقول كلمه مجرده، كلمه مواطن هي جايه من الوطن، من الارض.
انتمائك، حبك ليها، خوفك عليها، ده معنى كلمة مواطنة. فأنا أصلا مش حاسس بالبلد، فأنت ما تقوليش روحي شاركي عشان تنمي البلد. طب مين مسؤولية مين؟ نخبة سياسية، الإرادة السياسية اللي هي البلد. احنا انخرطنا كتير في ان احنا نبعد المواطن ونحل مشاكلنا من غير ما نعرفه حقيقة المشكلة. ده هو فرض فيها وهو مطالب انه يحل معايا، لان معنى كلمة مواطنة حقوق وواجبات. انا ليا حقوق عند البلد وليا واجبات بيقننها الدستور او بيقننها انا 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 يعني اللي بيقول الكلام ده مش انا وحضرتك، لا ده في دستور بيحكم ده، بدليل ان كل دولة ليه حقوق واجبات مختلفة، او كل فرد في دولة تانية ليه حقوق واجبات مختلفة عن الدولة بتاعتي. يعني مثلا حقوق واجبات حد عايش في فرنسا غير حقوق واجبات حد عايش في مصر. صحيح. جميل. فاللي بيقنني ده الدستور. طب انا نزلت في الدستور وشاركت بقوة جدا، بجد كانت مشاركة مشرفة جدا جدا للمجتمع المصري في انه يحط الدستور بتاعه اللي هو العقد ما بين الفرد والدولة. فانت حطيت العقد ده وما بتمارست الحق ده ليه؟ اوريدي هو عندك. وانت يعني مارست هذا الحق بشكل واعي كبير جدا. تخليت عن هذا الحق ليه؟ يعني تخليت عنه ليه؟ تعال اقول والله انا شايف ان العملية الانتخابية فيها مساس بالحقوق او فيها خرق للقوانين، وتعال اعترض قول لا. انزل قول لا، انزل قول انا مش هشارك في هذه العملية، هبطل صوتي حتى، بس انا نازل لاني عندي وعي ان ده حقي. فاحنا طول الوقت عمالين نتخلى عن الحقوق، وصلنا لمسألة السلبية، وصلنا لمسألة الاتكالية. الدولة تعمل، الدولة تحل مشكلة القمامة، الدولة تحل مشكلة التعليم، ما الدولة انت فين؟ ما هو انت فين رأيك؟ خلاص يبقى ما تجيش تزعل لما الدولة تحط قرارات سياسية عكس اللي انت عايزه تعمل، او عكس اللي بيلبي احتياجاتك كمواطن. فعشان كده بنقول يا جماعة لازم افكر بشكل قوي جدا وبشكل صحيح انا دوري ايه واخده. يعني محدش يدوني طبعا، اخذ الحق لازم يكون بالقوة. يبقى عندك قوة، مش قوة ان انت تبقى عنيف، بس قوة ان انت تبقى عارفه تتجه اتجاهه بشكل سلمي. ايوه هنكمل كلامنا. بتاخد مدام ناهد تليفون. مدام ناهد. ايوه صباح الخير يا استاذ. صباح الفل، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الانتخابات والامل في بكره ان احنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذن الله. انتوا بتفرضوا فعلا الموضوع بطريقه حلوه وسلسه ومهمه، بس يعني المواطن يعني احنا بنحمسه ان هو ينزل في الاعاده ان شاء الله، حتى لو نزل فعلا وابطل صوته لان ده رايه، اني مش لاقي حد بيمثله هو حر. بس انا فعلا بقول ان عدد المشاركات بتقول ان ده حقنا، حقي ان انا انزل ابطل صوتي لو مش عايز، لو لقيت اللي يختارني ويمثلني حقي ان انا اختاره زي ما الاستاذه بتقول. بس انا عايزه اقول للمواطن زي ما الاستاذه بتقول، حس بمسؤوليتك ناحيه الوطن مش الرئيس بس. احنا كلنا مرتاحين طبعا وحسينا بالامان مع الرئاسه بتاعتنا ومع الحكومه بتاعتنا، لكن عايزين اكتر. يبقى ننزل ونعمل اللي علينا لما يطلب مننا المشاركه في اي حاجه. صحيح. مش في الانتخابات بس. مظبوط. احساسنا بامن وطننا ده احساسنا كله، ده بنستشعره من مسؤوليتنا تجاه الوطن. كلنا مسؤولين. انا عايز اقول للمواطن المصري كلنا رؤساء دولة، كلنا انت رئيس جمهورية وانت رئيس الجمهورية. خلي احساس المسؤولية يبقى عالي عند الناس كلها. دي حاجة. تاني حاجة عايزين نعلم الاولاد في المدارس ان كل حاجة لازم يبقى فيها ديمقراطية. ازاي؟ ان انا بقى كل حاجة بالانتخاب. نفسي المدارس تغير الطريقة بتاعتها ونترك ابداع المدرس اللي عايز يخلي الطلبة مشاركين معاه في الكلاس. عايزين المدرسين نفسهم يبقى في منافسة بينهم وبين بعض. الرتابة اللي وطننا بيعيش فيها في رتابة غريبة، يعني بينتقدوا بعض المؤسسات، لكن انا بقول للشعب كله انت كلنا في رتابة وعدم احساس بالمسؤولية. ليه؟ عايزين نقوم ننتفض كده ونتحرك كده ونحس بمسؤولياتنا بالعمل مش بالكلام. صحيح. انا مش عايزة الميديا هي بس اللي تتكلم، انا عايزة الميديا توضح زي ما الاستاذة بتقول. ايوه مظبوط يا مدام ناهد، والله انت كلامك زي السكر. بشكرك جدا. صباح الفل عليكي. مدام ناهد، وانا كنت حتى مأجلة السؤال قلت ما باخد التليفون بتاع مدام ناهد وهي بتؤكد بقى هذا السؤال. فكرة يعني كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه انا متفقة معاكي جدا فيه، وهو ده فعلا بالفعل الواقع. بيختلف عنه المرأة، يعني بنشوفها في الاوضاع السياسية بصفة عامة، في المظاهرات، في الاستحقاقات كلها المرأة بتلعب دور يعني نزلت بأربع أضعاف الذكور. صحيح. هل ده معناه ان هو التكاسل بقى وحكي الكلام اللي كنت بتقوليه ده
بالاكثر. يعني انا مش بقول ان ما فيش رجاله نزل، لا انا شفتهم بعيني في لجان الانتخابات، لكن اقصد انه المراه هي اللي كانت يعني بطلت المشهد، هي اللي شايله البلد دي بصراحه. ليه؟ واذا كان اللي حضرتك بتقوليه ده هو ده الوضع العام على المستوى الاكبر او النسبه الاكبر من المواطنين، يبقى المراه كان اشمعنى هي وصل لها المشهد بشكل مختلف؟ ليه المرأة؟ لأن المرأة مش نص المجتمع، ستظل هي المرأة كل المجتمع. يعني المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابن كل حاجة. صح. يعني هي اللي ولدت لنا المجتمع بمعنى أصح. استخدمها بقت مفعول بي، يعني زي ال بس هي مش مفعول بي، هي ما حد هقول لك حاجة. هقول اتفضلي. لا لا أنا أنا عارفة تقصدي، بس أنا عايزة أقول لك بس في موضوع نزولها ما حدش بيقول لها انزلي، هي من نفسها بتنزل. أنا عارفة تقصدي إيه وهسيبك تقولي. تمام. اتفضلي. هي من نفسها بتنزل لأن عندها إحساس أوريدي إن هي نواة الأسرة، فهي حتى بتزرع القيم في الأولاد في الانخراط في المجتمع إزاي تنخرط، والقيم السلوكية المفروض أطفالها يتعاملوا بيها فهي اللي بتزرعها. فاللي بتزرع شيء فأكيد هي الأصل. فكل ما بتنزل هو إحساس فطري إن أنا لازم أشارك. بس عايزة أقول لك يعني اللي بيزود المشاركه بقى الناحيه السلبيه، اللي احنا شفنا صوره المراه بالناحيه السلبيه، لان اغلب يعني اغلب السيدات في مصر غير عاملات، فبتنزل جزء منه الفقر والتهميش بيخليها تنزل، استغلالها سياسيا بيخليها تنزل. يعني هتلاقي اغلب المناطق الشعبيه والمناطق اللي فيها الوعي السياسي زيرو هتلاقيها بيستخدموها، تعالي وهديكي فلوس عشان يشتروا اصواتهم الانتخابيه. الاميه طبعا عشان منتشره عندنا كتير جدا، فده بيساعد على ان هي ياخدوها يعني في هذا الاتجاه. طب ما بياخدوش الرجاله السلبي انا نعم، ما بياخدوش الرجاله دي طبعا. يعني لا يمكن عشان يعني ما بقاش عامل زي ده على مواطن مصري، ما بقاش اقول ان الست بتستغل بهذا الشكل. في نسبه ان السيدات افقر من الرجاله، في نسبه يعني في انا ما عنديش النسبه الاحصائيه دلوقتي، بس دي نسبه معروفه جدا ان السيدات افقر في المجتمع المصري من الرجاله. ده على اساس ان المراه المعيله اللي بتتكلمي عنها اللي هي ما عندهاش راجل بالاساس، والله حتى لو عندها راجل فممكن تكون فقيره برضه، الراجل احيانا بيحتفظ بجزء كبير من الثروه ليه او من دخله يعني. فالست طول الوقت هي فعلا في احتياج للمال فبتنخرط في هذا الاتجاه، بخلاف ان هي عندها احساس بالمسؤوليه زي ما قلت لحضرتك، بخلاف ان هي عايزه تحس بالمواطنه. يعني عارفه انت من كتر تهميشها فانا عايزه اروح في اي حاجه بتقول انا موجوده، يعني انا 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 موجوده انا ليا صوت. فده احساس بالتهميش هو ادى طبعا لنتيجه ايجابيه، بس هو برضه في الاصل جاي من نتيجه سلبيه، اللي هو طول الوقت المراه مهمشه، طول الوقت بنتكلم عنها على الورق عن بالقوانين بس مفيش تفعيل لهذه القوانين، طول الوقت هي مفعول بيه زي ما قلت لحضرتك، طول الوقت هي بتتعرض لكل يعني اشكال الانتهاك اللي موجوده في المجتمع من العنف للضرب للختان ليه، فهي بيمارس عليها ضغوط كتيره جدا، فما بتلاقي منفذ تقول فيه انا ليا دور. وطبعا في المنفذ دي كله بيبقى يعني بيرحب بهذا بس لمجرد نيت، انما لو رشحت نفسها لا بيبقى الموضوع مختلف. في سيدات يعني انا شايفه انه طبعا نسبه ضئيله جدا ما اقدرش اقول ان هي طبعا حاجه كويسه، ولكن انفسهم وفي سيدات رشحوا سيدات ودي كانت جديده السنه، بس هو مين بقى اللي رشح نفسه؟ يا اما سيدات يعني مرتكزات او مرتكنين على خلفيه سياسيه زي حزبيين، يعني موجوده في حزب فالحزب بتاعها دفعها لدوت خاصه من ضمن القوائم اللي هو كان جديد علينا دلوقتي القوائم الفردي طبعا. يا اما سيدات عندهم وعائهم المالي بيسمح لهم ان هم يخوضوا هذه التجربه، انما الشابات السيدات الفقيرات اللي عندهم رؤيه سياسيه برضو، ما بنقولش ان الفقر ما يعني ما عندهمش رؤيه، ما قدروش ياخدوا هذه التجربه لان ده حتى اتظلم فيها الشباب كمان. يعني الشباب والسيدات في هذه التجربه اتظلموا جدا في يعني في اتجاه رجال الاعمال ورجال السلطه والاحزاب طبعا. اي نعم نجح منهم بعض الناس زي ما قلت لحضرتك اللي مرتكن على الاحزاب بتاعته كده، بس الاغلبيه لا. بس هنقول ان هي خطوه للامام وخطوه مضيئه جدا، والجميل ان انا لقيت المجلس القومي للمراه عمل لهم تدريب بقى ازاي تبقوا ناخبات فاعلات جوه المجلس، فده كان برضو خطوه. المجلس القومي للمراه كمان بيقوم في دور كويس قوي للمحليات لتدريب المراه علشان تاخد. انا اقول لك على حاجه جمال كمان اجمل انا شايفاها يعني بصيص امل، ان ابتدى يبقى فيه مش عارفه مش قادره اجيب لها مصطلح غير تزاوج السلطه دلوقتي او تزاوج الوزارات مع المجتمع المدني. يعني من الاول المجتمع المدني منفصل مع السلطه لا ده عدو مش منفصل، ما كانش فيه لغه حوار. فدلوقتي لا انا شفت وزاره العدل عامله مشروع مع المجلس البريطاني مع الجامعات الاهليه في مناهضه قضايا معينه زي قضايا العنف والكلام ده. فلا ابتدت الدوله يبقى فيه حراك او ابتدت تسمع للقاعده الشعبيه. ما هو المجتمع المدني ده هو القاعده الشعبيه، محدش بيسمعنا، احنا عايزين قناه تواصل، فقناه التواصل ده كان المجتمع المدني. طب تعالى وصل لنا اللي هو بقى
احزاب، نقابات، جمعيات اهليه، نوادي، اي تحالفات. فابتدت الدوله شويه تنصت لدوت وتعمل معاهم بروتوكولات تعاون. طب تعالوا انتوا ايه القضيه اللي تعبكم؟ العنف. طب اوكي انا هساهم معاكم. فدي بدايه لطيفه جدا للموضوع ده، بس اللي هيدعمها اكتر ويركز عليها ان تبقى الاراده السياسيه مستمره في هذا الاتجاه. يعني انا مستمره ان انا واعي بقى المواطن بحقوقه. لما اجي واعي بقضيه زي قضيه العنف، فابتدي الناس يعني ايه ده، هو العنف ده عندنا اصلا؟ عارفه انت لما تيجي تقول لحد عارف يعني ايه عنف اسري مثلا، هو احنا اصلا عندنا عنف؟ هما شايفين ان ده زي ما اقول لك المراه لازم تنزل تشارك، هو ليه المراه تشارك تقعد في البيت؟ فانت لما تنبيني ايه انسان، لا دي من ضمن الانسان على فكره، مش مراه بس، لا دي هي ليها حقوق انسان زيها، مش عين على المجتمع يعني زيها زي. وهي اللي شالت لك العمليه الانتخابيه، لو عدم وجودها ما كانش هيبقى في انتخابات اساسا. يعني نعمل مشاركه نسبة ضئيلة قوي، 26% بس المشاركة الانتخابية. بس هنقول على المستوى الدولي تقريبا، يعني في دول تانية برضو بتمارس يعني ديمقراطية فيها بتمارس بهذا الكم الضئيل. ما انا هرجع اسألك على موضوع فكرة، يعني احنا كنا بنتكلم على انه الدستور مثلا لقى نسبة رائعة في النزول، هسألك على الاوضاع الحاجات وتعامل المجتمع معاها. بس اخد تليفون مدام سعاد سريعا. سيدات برضو واخده بالك. معاها بس سيدات حبايبي. مدام سعاد صباح الخير. الو صباح الفل. اهلا وسهلا. صباح الانتخابات، صباح كل حاجه حلوه لمصر. اشكرك يا حبيبتي. يعني بجد انا بس ليا اعتاب على ضيفتك الكريمه، هي يمكن صغر سنها، هي مش قادره تحسبها كويس. انا عايزه اقول لك يا حبيبتي انه السيدات حتى الفقيرات، حتى اللي هم ظروفهم صعبه، يمكن بياخدوا الفلوس، يمكن بياخدوا السكر والزيت والحاجات دي، لكن صدقيني دخلوا انتخبوا اللي هم عايزينه. بصي هي بالفطرة هي واعية وهي عارفة، يمكن هي واعية اكتر من واحدة متعلمة. عايزة اقول لها 67 لما الرئيس عبد الناصر تنحى، الناس نزلت في الشارع، لا كان في انترنت ولا كان في حتى التليفونات، ما كانتش سهلة، ولا كان في موبايلات ولا كان في كل التكنولوجيا دي. نزلوا في الشارع وقعدوا يهتفوا وقعدوا عيطوا، عارفين خايفين على بلدهم، خايفين على مستقبل ولادهم. فالست برغم بساطتها الثقافية وبساطتها المعيشية، هي برضو خايفة على بلدها، هي برضو خايفة على مستقبل ولادها. وبعدين الانتخابات النهاردة التلفزيون عرف الناس كل حاجة، فهمهم وعاهم، بيدخلوا اللجنة وهم عارفين، يمكن ما بيعرفوش يقروا. صدقيني يا بنتي أنا ست كبيرة ونزلت اللجان، عارفة الناس مش عارفة تقرأ، لكن بتدور على الرمز، بتدور على اللي هي عايزاه، على اللي هي متوسمة فيه انه هيجيب لها حقوقها وانه هيقف جنبها وانه هيراعي بلدها في الظروف الحرجة اللي احنا فيها. خليها تفتكر وقت ثورة 30 يونيو، خليها تفتكر الستات كانت عاملة ازاي. صدقيني كانوا في الشوارع البسيطة، شفتي فاكرة الست اللي اتضربت بالقلم دي؟ ست بسيطة جدا كانت بتهتف لمصر، كانت بتحب مصر ولسه بتحب مصر، وهنفضل كلنا نحب مصر. انا بقول لكل الناس تنزل، بقول للناس كلها تشارك، حتى لو مش عاجبه انزل شارك، قول رأيك، دبدب في الارض، قول انا موجود، مش تخطها تركن جنب الحيط وتقول علينا جيل النكسة. لا احنا جيل النكسة، بس جبنا حرب 73 وجبنا النصر لبلدنا، وحنفضل واقفين جنب بلدنا وحنحب بلدنا وحننصر بلدنا. اسمعيني بس احيي المشاهدة الحاجة فاطمة واقول لها ان انا كمان بحبها في الله، وربنا يوفقها وربنا يوفق بلدنا. وصباحكم زي صباح النور يا مدام سعاد، انا بشكرك جدا. انا بس قبل ما تخشي في السؤال، انا بشكرها طبعا على تعليقها ده، يعني بيسعدني التعليقات. وانا عايزه اقول لها ان انا مش بعمم، بس هي انا بس بتكلم على فئه معينه. الجزء الثاني اللي قالته عجبني قوي في موضوع جمال عبد الناصر، انا بس عايزه اعلق ليه الناس نزلت ايام جمال عبد الناصر. كان في شفافيه واضحه جدا ما بين السلطه السياسيه والشعب، يعني كان بيقول له بصراحه، بيقول بصراحه والله احنا عندنا ازمه في الحته الفلانيه، انتم معايا ولا ضدي؟ فالشفافيه ديت والوضوح في الحوار، فخلى الناس تبقى لا انا معاك، رغم الفقر ورغم الحياه السياسيه كانت محتقنه جدا، ورغم ان يعني كان في فقر اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي، بس كان الوضوح السياسي مخلي الناس عندها احساس بالمشاركه. فلا انا بس عشان ما تزعلش منك، انا فاهمه وجهه نظرك، بس يمكن ما اديتيش فرصه انك تعبري اكتر بانه في لا جزء كبير من السيدات بينزلوا علشان هم خايفين على البلد. وده يخليني اسالك في فكره الاختيار. بتجدي مثلا يعني رغم انه ناس تقول لك لا انا خلاص بقى هكسل مش هنزل بكره ولا بعد وبتاع، بس في ناس تانية بقى بتلاقي
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. خلوا بالكم في دوائر مختلفة وفي محافظات مختلفة. ناس وعي على فكرة، طبعا سيدات معظمهم. تلاقيهم كاتبين لك مثلا في الدائرة كذا المرشحين اللي فاضلين فيها فلان وفلان وفلان. خلوا بالكم ده أخذ أصوات احنا مش عايزينه، علشان يعني صدفة مثلا لعب الدور في انه خد أصوات، فنركز ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا. فكرة هذه المشاركة حتى وان كان انا ما اقدرش اعمم من ده على مستوى الجمهوريه او مستوى المواطنين كلهم، لانه مين مهما كان كبر العدد في استخدامنا لمواصل بالضبط لهذه الاشياء مواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي ان في نسبه طبعا ما بتدخلش على ده. بس انا اقصد انه فكره ان احنا كلامنا في السياسه ووعينا وبنوعي الاخرين بهذا الشكل ليه، وهل ده صح او لا؟ يعني بتلاقي ناس تقول لك حتى في الجوله الاولى انا ما اعرفش حد خالص، طب قولوا لي انزل اقول مين. تمام، انا عايز انزل بس انا مش عارف اقول مين. وابتدي اخد اراء فلان وفلان وفلان، قالوا لي او اصدقائي او من العيله كلهم اجتمعوا على شخص معين، طب خلاص انا هاخده ده. هل ده صح ولا احنا معلش احنا في مرحله لسه بدايات، فاحنا يمكن قدام شويه نعمل حاجه افضل؟ طيب خلينا نقول بس مين اطراف العمليه الانتخابيه، مرشح، ناخب، الدوله. اللي بيساهم في انجاح الثلاثه واللي بيساهم في افشالها ثلاثه، نفس الثلاثه، فهنحط المسؤوليه على الثلاثه. فخلينا نقول ان اما يجي لي دايره مترشح فيها 30 فرد يعني كم. انا اروح فين؟ يعني انا كمواطن اروح فين؟ اختار مين ولا مين؟ التناحر والمنافسه الغير يعني منطقيه، مش هقول غير شريفه بس غير منطقيه في الدوائر، تخليني اقعد اسال نفسي هم ليه بيجروا قوي كده على المسؤوليه؟ ما هي مسؤوليه طبعاً. انت راحه تشرع قوانين لبلد يعني وراحه تعملي استجوابات وتبقي سلطه مراقبه على الحكومه، ده قصه كبيره جدا طبعاً. فالتنافر ده يخليكي انت عندك شك ذاتي كده، هم ليه بيجروا ورا دوت؟ فمين فيهم الاصلح ليا؟ يعني انا هشوف الطيب من المش طيب زي، او اشوف يعني اللي هو نيته تجاه اخري، بعرف فين لجنه سياسي وعارف ان هم بيشاركوا الوقت، فانت مين اصلح للمنطقه بتاعتي وبتاعتي؟ اعمل تكتلات، تعالى يا فلان انا هنتخب فلان كذا. فكمان انت المواطن كان عندك تكاسل واتكاليه، فاللي هو ايه، انا مش هروح لاني مش عارف حد. طب ما تحاول تعرف، يا هو مش مبرر. طب انا هروح وكل اللي موجودين وحشين، طب روح علم يعني دور صوتك. فبالتالي تقول حتى انا كمواطن مارست حقي، فين بقى حقي من الدوله؟ فابتدي اطلب، لان احنا قلنا العمليه متبادله، انا ليا حقوق وعليا واجبات. فبالتالي ما نجيش اقعد اقول انا عايزه 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 والدوله تعملي. طب انت ابسط حق ان عشان تطلع شكل الدوله ديمقراطي ما عملتوش. يعني حتى ما بقول لك، لان احنا بيبان طبعا كم عدد الناس اللي نزلت وكم عدد الناس اللي ابطلت اصواتها، فانت عندك احصائيه اوريدي، دي مهزله. فبالتالي الثلاثه دول اشركوا في افساد العمليه، يعني لوس الديمقراطي زي ما بنقول، افسدوه. يعني انت الثلاثه ما قمتوش بدوركم، فبالتالي لازم نشتغل على ايه؟ على التلاتة. طيب ما ده انا كنت بسأله لك قبل ما دخلت مدام سعاد، بفكرة انه ليه في بعض الحاجات، يعني بتلاقي مثلا لو هنبتديها من اول 19 مارس والاستفتاء على الدستور، فاكرة يعني 2011 طبعا. انا فاكره انا تقريبا قعدت في الطابور حوالي ساعه ونص ساعتين وسعيده على ما وصلت دوري يعني وسعيده من كتر الكم. لما تيجي تبصي على يعني ده البدايه بقى، بعد كده عندك انتخابات رئاسيه وعندك انتخابات برلمانيه قبل كده في البرلمان اللي فات، انتخابات رئاسيه تاني وجولات اعاده، هل اقدر اقول انه في حاجات المواطن بيبقى مقبل عليها قوي، وحاجات يعني حاجات بتفرق معاه قوي، وحاجات لا، وحاجات بيبقى او مراحل طويله، 5 سنين دلوقتي انزل انزل انزل، ده غير مظاهرات و30 6 و25، في حاجات كتير قوي المواطن المصري اللي عمله في الخمس سنين دول ما عملوهوش من زمان قوي. صحيح صحيح. من يعني من 1940 لغايه طلع الكابتن كورونا بالظبط لغايه 2011 ما حدش حرك من بيته يعني. تمام. فبس هو حاسس انه عمل مجهود جامد جدا خلال الخمس سنين. فالسؤال هنا بسأله بطريقه مختلفه، هل هو فعلا في اختيارات للمواطن بينزل فيها وحاجات لا خالص؟ يعني هو ما عندوش تمييز ما بين انا نازل لدكتور ولا رئاسه ولا شعب. ولو في رئاسه هتلاقي نفس اللي حصل دلوقتي، فانا الشعب هتلاقيه يحصل عشان تبقي عارف. لان المواطن بعد ما نزل، يعني اول ما نزل 2011 كان احنا كنا خارجين من ثوره، فكان عندنا يعني حاله من التفاؤل. لا والتفاؤل، انا شلت نظام، فانا ممكن اشيل اي حاجه في الدنيا واحط اي حاجه في الدنيا ويعود عليا ما انا بشيل لاني عايز اغير. فبالتالي انا بقيت مشارك في العمليه السياسيه، انا بقيت جزء من الدوله، انا بقيت ليا راي بيسمع.
فاعتقد لما يعني يقول او نعم فرايه هيتاخد بيه ماشي، واحترم الاغلبيه يعني بغض النظر ان في يعني جزء لا بس لا احترمنا قلنا تعالوا طب نشوف التجربه ديت هتصفر عن ايه. لما اصفرت عن لا شيء او اصفرت عن حاجات سلبيه لا تعالوا نغير، فبرضه كان عندهم استعداد لهذا التغيير وابتدوا ينزلوا برضه عشان يغيروا بغض النظر عن نزل الدستور ولا شعب ولا، لانه كان تقريبا كله في نفس المراحل نفس الحماسه. طب جينا خلاص بقى عندنا اراده سياسيه وعدت 30 يونيو واخترنا وبقينا حاسين ان احنا قدام دوله مدنيه ديمقراطيه وهيحصل بقى نوع من الحراك، هنحقق المطالب بقى، احنا كل دوت ماشيين في اعداد المطالب احنا هنحقق. يفاجئ المواطن ان مفيش ما بيتحققش حاجه، احنا المواطن عجول جدا يعني طول الوقت من كتر الكبت، فانت بقى عايزه الصبح تلاقي تصحي تلاقي الدنيا بقت ورديه جدا. فبقى عنده حاله من الـ 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 السرعه والمستني ونسي ان هو شريك. طب انت ما غيرتش نفسك كمواطن، فين انت دورك كمواطن فعال؟ طيب انت عايز القوانين تتغير بسرعه والتنفيذ يبقى اسرع، هايل جدا، انت بقى فين؟ لان انت جزء من التنفيذ. فنسي ان هو عليه دور حتى انه يوعي نفسه، زي ما اقول لك انت عايزه توصلي لمكانه معينه، طب خدي كورسات خدي دورات بتاع عشان توصلي لها. ما تقعديش تقولي انا بصفتي امراه كان لازم اخش يعني ابقى في المكان الفلاني، طب ما انت ما اهلتيش نفسك. فالمواطن كمان ما اهلش نفسه وكان مستني نتيجه افضل. طيب اوكي انت عندك حاله ياس سياسي وحاله غموض سياسي، لازم اتوجه. اقدر اقول ان هو عنده حاله كسل كمان، يعني انا شايفاه من حاجات كتير قوي ان في حاله كسل. صحيح اتكاليه انا زهقت وتعبت، اعملوا انتوا بقى بس هو مفيش تمييز يعني، هو بس جاله حاله احباط من ان مفيش حراك معين، وان القوانين حتى لما بتتغير الاراده السياسيه لما بتغيرها مش بتفعلها. يعني لما اقول لك الدستور فيه حقوق كتير للمراه جدا وبتقول بقى تقليد المناصب والمساواه في مش عارفه ايه، فين التنفيذ؟ مفيش. فالمرأة ما زالت مهمشة، اللي عاملين نتكلم فيها من 2011 بنتكلم عن المساواة والعدل في الأجور والعدل في المناصب يعني في العمل، برضو ما لقيتيش ده على أرض الواقع. هو بيتحقق بس من تحت، هو بشكل هادي، لان انت لو عملتيه انت حصلت ما ينفعش يتعمل في يوم وليلة. دولة عميقة، عارفة مفهوم الدولة العميقة، انت عندك جذور تحت، الرئاسة او الطب بتاع الدولة ما يقدرش يغيرها في ثانية. ده انت يحصل لك انقلاب، ده ينقلبوا على بعض. فانت عشان تغيري دور دوله سواء من الفساد او عشان تحققي الديمقراطيه والعداله محتاج وقت، محتاج مش وقت بس، هدوء في التعامل. لان انت بتقلبي دوله من تحت لفوق. فالدوله العميقه دي انت ما تعرفيش مين اللي تحت، انت في دوله بتحكمك تحت انت مش شايفاها، بما فيهم القاده الشعبيه اللي هو المواطن. فهو احساسه بعدم التغيير، فده عمل له ازمه. بس يعني انا برضو بشيل مسؤوليه الدوله في ده، اديله وعي سياسي، صرحيه، خلي في حوار صريح، قولي له احنا ازمتنا كذا، فما تجيش تطالبني ان انا اعلي الاجور وانا مديون اساسا. يعني انا مديون بتكلمني في ان انا اعلي لك اجور، فيقوم المواطن يرد عليك يقول لك طب ما انت عامل تفاوت اجور في كذا، ما انا عايز اعمل التساوي، بس انا لو عملت التساوي دلوقتي انا هيتقلب عليا، انا الدوله هتبقى فيه فتن طائفيه وهيبقى عندي حروب شعبيه. ده حقيقي كله بيحارب بيحارب لمصلحته. فما تقوليش اصحاب المصالح هيسكتوا للدوله لو قالت لهم كلنا هنتساوي، مفيش الكلام ده. فيبقى انا اهلي بالراحه فالدوله هي ليها حق ان هي الدوله تعاني، والمواطن كمان مش فاهم عنده علامات استفهام. فالدوله عشان تشيل اللبس ده وعي سياسي، وعي المواطن سياسيا. انت عارفه يعني ايه مواطنه؟ هي مجموعه قيم، ما هيش حاجات ملموسه، هي قيم اخلاقيه وسلوكيه وثقافيه وتربيه بتكون ثقافه المجتمع. القيم بقى اللي اتكونت دلوقتي كلها قيم سلبيه تجاه الدوله، عكس ده، عشان كده بتلاقي ناس كره الدوله وبتهج من الدوله وعندها استعداد تدمر وتفجر الدوله، لان انت القيم اللي عندك اللي ترسخت ضد المواطن. بنبتدي يعني انا حتى بفكره الانتخابات وعرف ولادي، لانه في 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 كذا جيل ما عاشوش خالص موضوع انتخابات ولا يعرفوا اي حاجه. صحيح. يعني اللي هم اتولدوا لقوا فلان وده مجلس الشعب هو كده وخلاص، طب شكرا خلاص. صحيح. الدوله عايشه مع نفسها وانا عايش وخلاص. ما فيش حتى في المدارس فكره الانتخابات، يعني انا اعرف الطفل الصغير من المدرسه بانه يبقى في انتخابات في الفصل، انتخابات على مستوى السنه الدراسيه وانتخابات على مستوى ابتدائي وانتخابات على مستوى اعدادي وهكذا، يعني ممارسه ديمقراطيه من الصغر داخل المدرسه. بالظبط. اعرفه يعني فكره المفاهيم اللي هي السياسيه الولاد ما بياخدوهاش غير في التربيه الوطنيه في ثانويه عامه، ومعلهاش مجموعه اللي هو يا رب انجح وخلاص، يعني هخش اكتب لي كلمتين عشان انجح بيهم وانتهينا. بيبقى قاعد بيذاكر وهو مش طايق اساسا، اللي هو انا ليه بذاكر ماده انا مش داخله في المجموع، وايه كم الكلام الكتير ده كله وانا مش فاهم في حاجه. يعني هو مش بيمارس بالفعل حتى داخل المدرسه بابسط الاشياء. فانا بطالب ليه من جيل اللي هو
المشكله كمان في انه انت عندك اللي هي لما بتسميها حتى بتبص لها جراف كده تشوفي عدد الناس مين اللي عنده حق الانتخابي، بتلاقي انه خانه الشباب دي خانه عاليه لان بتبتدي من 18 سنه. صحيح. 18 سنه ده اللي هو لسه خارج من المدرسه حالا، داخل الجامعه يعني عنده الوعي بانه ما عندوش وعي بحاجه خالص. صحيح. هو ما عندوش وعي باي حاجه، يقول لك انا مالي انا انزل ليه، وانا هو اساسا فكره البلد مش في دماغه لانه بياخد مصروفه بيروح كليته او يعني او مدرسته لسه، ومعندوش منهج، وما عندوش حاجه، مفيش منهج قال له ده بالظبط. يعني انا هرجع لك، هي برضو مسؤوليه الدوله، التعلم ده مسؤوليه الدوله، فمش هاجي انا كاسره، ما هو هي مسؤوليه المواطنه للدوله والاسره. طبعا. طب الاسره اوريدي بقت منخرطه في اكل العيش، ان انا اجيب اكل ومش هقعد انا اربي عيالي، يعني زي ما احنا تربينا زمان، يعني اشهد لوالدي الله يمسيه بالخير كان يقعد يعمل لنا حاجه اسمها كراسه المناسبات. ايه كراسه المناسبات دي؟ كل مناسبه وطنيه نقعد نقص من الجرايد صور بتعبر عنها وكلمه مشهوره، ونقعد بقى دي نجيبها الفصل ونوري لزمايلنا والله دي مناسبات البلد، وتبتدي عندك اعتزاز وفخر بانتمائك لهذه البلد، والتاريخ بيترسخ في ذهنك وتبقي فاكراه كويس قوي. يعني انت كل ما بتعملي ده صحيح، ده والدي بقى، فانت بقيتي بتعمقي جذورك انت كطفله جوه البلد دي بشكل انت مش واعيه ليه. صح. فطلعتي اوريدي بتحبي البلد مش عارفه ليه، بس لما رجعنا يعني لان ممارسه الاهل والاب في دوت اداني احساس بالمواطنه. الدوله عليها ان هي كمان ما تخليش الناس تنخرط طول الوقت في اكل العيش وتنسى دورها الاجتماعي، تنسى دورها تجاه البلد، فالدوله كمان كان ليها دور. فاحنا نقول الدوله تبتدي يعني تصرح المواطن وتبتدي تشركه قوي في العمليه السياسيه، يعني ما ينفعش تقولي المواطن ملوش دور في انه يقول موازنه الدوله تتقسم ازاي، لا ليه دور. ليه دور يقول انا اهميه التعليم عندي اكتر من العلاج مثلا او اكتر من الصحه، ليه دور يقول لا اهميه العدل عندي ان انا ميزانيه العدل تبقى اقوى من ميزانيه المواصلات او ميزانيه واتيفر بقى، فلا اشركه واسمع رايه لان هو اللي بيمارس عليه. تاني حاجه الاسره لازم اجبره على انه ينخرط في الحياه علشان جداً. بعد كده ما يبقاش عشان تتفادى اللي احنا فيه. والاسره لازم يعني تعمل على تعميق جذور الابناء في الوطن، لانه لو ما حسش بجذوره في الوطن ده مش هيحس بجذوره وانتمائه للاسره ذات نفسها، يعني مش هيجي يحس بانتمائه ليك كاب، هو مجرد ما يكبر ويلاقي يعني حياه رفاهيه ثانيه فانت حياتك مش لازماني، يعني ايه اب وام، هننسى حتى مفهوم الاسره، فده كمان هيعود عليك، فانت تحس بالخطر، يعني المساله مش خطر عام لا ده خطر خاص كمان، فانت المواطنه دي لازم نحسسها لينا ولابنائنا عشان خاطر احنا في الاول بعد كده مصر بشكل عام. طيب بس هي الفكره ان لو بتتكلمي على نقطه الشغل تحديدا، انه في اوضاع اقتصاديه للدوله وللمواطن ما لهاش حل غير ان انا انخرط عشان ما انا اقدر اكفي بيتي، طب انا هعمل ايه وعلشان اقدر احب الدوله؟ لا انخرط وانا ناقم على الدوله وبكره اللي والله انخرط وانا الله يكون في عون مصر. يعني ايام الاستاذ عياده عندنا عبد الناصر كنا جعانين وعايزين نتظاهر عشان نقول له ما تمشيش. يعني اللي هو لا اقعد، احنا عارفين ان انت عملت ما عليك، احنا هنحاول نفكر معاك. هو عشان كده كنت بفكر في المدارس، في الانديه، في يعني اللي هو عادل، يعني اقدر اوازن ما بين الكفتين، لانه انا ما اقدرش اقول للاب والام والله ما تشتغلش طول اليوم عشان تيجي تعلم ابنك او تربي ابنك، ايا كان مش بس سياسيا انا بتكلم، انه هو تفضل متواجد طول الوقت علشان لانه حتى ما هي الابن ده هيزهق منه اصلا، طب عايزين ناكل. اوجه زي ما انت قلتي صح، اوجهه النادي بس عنده يعني لازم. وطبعا انا ما بنكرش دور الاسره ده مهم وضروري جدا، بس اقصد انه لازم يبقى في موازنه نظرا للظروف الاقتصاديه. طيب انا بتكلم على انتخابات هذه، خلاص بقى دي اخر حاجه ان شاء الله بكره والنهارده طبعا المصريين في الخارج في الاعاده. اختيار بعض الناس او هنزول، يعني مثلا كنت بقول لك انه في بعض الناس قالت لي لا انا تعبت بقى انا خلاص مش هنزل تاني بكره. ليه؟ طب ما انت نزلت الاولاني، ليه مش عايز ينزل تاني مره؟ وبعدين تيجي تلاقي ناس بقى تقول لك ايه لا ده انا اكتشفت ان ممكن فلان او فلانه هيكسبوا هضطر انزل عشان ما يكسبوش. الفكر ده ازاي؟ بصي يعني فكره ان هضطر انزل دي حاجه كويسه، هنقول يعني حاجه يعني سلبيه بس حاجه كويسه ان هو يضطر ينزل، ممكن لو نزل قابل حد غير فكره وهو داخل على الطابور فالدنيا بقت لطيفه. فكره اللي مش عايز ينزل اساسا احنا قلنا بسبب غياب الوعي، ما انه لا ننزل الاسبوع، انا بتكلم ان هو نزل في اول مره رشح بعض الناس، معظم الدوائر ما فيش حد قليلين اللي كسبوا. انا عايزه اقول لك انت لو تتذكري احصائيه المرحله الاولى 226 كرسي
اتعمل إعادة على 222. انت متخيلة قد ايه الضبابية في الموضوع؟ ما انا عندي حيرة طبعا. عندي حيرة لان عندي ناس كتير ما اعرفهمش. صحيح صحيح. والإعادة كمان مرهقة جدا طبعا للناس اللي بيسيبوا اكل عيشهم اللي احنا قلنا عليه. فبيقول لك اكل عيشي ولا ديمقراطية. طب لما قريتي كده في الجولة الاولى وخاصة الناس اللي فازوا او حتى اللي دخلوا الإعادة، يعني انت عندك عدد كبير ودخل إعادة خلاص عدد قليل. طبعا انت الاختراع عندك دلوقتي اضيق بكتير وبقى اوضح يعني. بالظبط. اتعلموا من الدرس. اتعلموا من الدرس. فالاختيار على بهذا الشكل قريتي انه تم على اساس ايه؟ بصي يعني الفريق اللي نجح او اللي داخل جوله الاعاده. بصي اللي داخل جوله الاعاده هم اتعلموا طبعا من التجربه الاولانيه وشافوا ايه المساوئ فيها، فابتدوا شويه يبتدوا يوعوا الناس، ابتدوا ينزلوا يعني يخاطبوا مع الناس اكتر. فابتدت الناس ايه، طب ما هو بيكلمني بشكل مباشر فانا قدرت اعرفه. يعني بقى شافوا اختاروا على اساس دمه خفيف دمه تقيل، على اساس الكلام اللي قاله يعني وصل له فكره معينه. بس احنا ما عندناش اساسا برامج انتخابيه. فلتي كمان ده اللي بيزود المساله. يعني عدد قليل كان عنده برامج وكنت بشوفهم وهم بيوزعوا الحاجه في الشوارع. يعني قليل وحسب المناطق وحسب المحافظات وهكذا. المناطق الفقيره ما بيعتنوش بدوت اصلا، ما حدش بيقرا يعني كمان. بس بتبقى لهم سرادقات واجتماعات في الشوارع قليل، مش كل طبعا اللي برضه اصحاب المرشحين يعني اللي دايما مش قادر يعمل دوت يعني. مش كل المرشحين. بس ولكن رؤيتي في الجوله ديت انا شايفه ان هو لا، في ناس هتنزل. انا يعني ده اعتقادي، لان هو بقى ايه اللي هو طب انا بقى يعني خلاص حته الضمير بقى من عندي بقى انا هعمل يمكن. وبعدين خلاص يعني في ناس خدوا طلاق كارنيهات البرلمانيه بتاعتهم، فحاسه المساله بجد. لا ده البرلمان هيتشكل بجد. ان احنا قبل الانتخابات ده حقيقي، وانا شخصيا كان عندي هذا الهاجس قبل الانتخابات بحوالي اسبوع اسبوعين، قلت العمليه الانتخابيه هتتاجل اكيد، لان كل شويه بتتاجل بسبب الظروف الامنيه، بسبب الوضع اللي احنا فيه، بسبب ان الطعون الكتير قوي على الانتخابات وعلى الدوائر وعلى القانون ذات نفسه. فبالتالي بقى تحس ان في حد عمال يزق من تحت ان ما يبقاش في حياه سياسيه في مصر حقيقيه بشكلها المعروف. اللي واضح ده انه كان عكس كده تمام بسبب كثره المرشحين ده اللي حصل. بس اللي قبل كده كان في حاله ضبابيه، بيقول لك احنا شخصيا بنبص للمساله لا ده هتتلغي. فلما حصل واتعملت الانتخابات فحاولوا يتمسكوا بيها سواء المرشحين او الدوله، حاولوا سوري الناخبين او الدوله حاولوا يتمسكوا بيها، لان هو ده الامل الوحيد بقى. احنا عايزين دوله بقى ايه، عارفه الاستقرار. تعالى يبقى عندنا مجلس شعب عشان نقدر نهاجمه او نشوف فعالياته، ويبقى عندنا مؤسسات الدوله ثابته ووزارات موجوده، واحنا بقى نبتدي نقول مطالبنا بدل ما نقعد نعمل المظاهر الفئويه. فكل حد هو بيعبر عن مطالب فئته، فبالتالي مش هيبقى فيه المظاهرات، فالناس تبتدي بتفكر بالطريقه دي دلوقتي. طب خلاص خلينا نخلص، حلو وحش بس اللي بتغبوا عفوا ده في المرحله الثانيه. دي رؤيتي، خلينا يطلع بيه، خليني اشوف شكل المجلس قدامي على التلفزيون هيناقش ازاي. ما كل جاي بقى بخلفيه جديده، ده بقى بعد ثوره 30 ده اول برلمان. فعايزين هم كمان، احنا مستعجلين نشوف الرؤيه هيعملوا ايه. وعلى فكره الشعب مش خايف، لانه ممكن الصبح ينقلب عليه. خلاص انت بقى عندك تقدري تحلي كل حاجه، برلمان، رئاسه، كل حاجه بقيتي تقدري عليها. فهو الشعب مش خايف، بس هو شويه عنده حاله خمول، ما عندوش احساس بالمواطنه مش اكتر. انما هو مستني يشوف. انا شخصيا مستنيه اشوف اول جلسه تتحقق. استاذ سحر مسعد ابو العباس، المحامي ورئيس مؤسسه المحاماه العلاجيه وحقوق الانسان، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني النهارده. وبشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. بتمنى كل الخير لمصر. مره تانية بنقول انزل وشارك، اللي مش عاجبك اكتب صوتك، بس تحس ان انت اديت حقك الديمقراطي وحقك الدستوري.